الحقيقه النهارده كان عندنا حدث حصل الحقيقه وكنا محتاجين نعلق عليه، مباراه الاتحاد السكندري والنادي الاهلي، او النادي الاهلي والاتحاد السكندري في المرتبط. انتوا عارفين المرتبط بتلعب قبل الفريق الكبير، لعبوا النهارده الظهر. الحقيقه تم بدء المباراه ولعب المباراه بدون انتظار مسحه او نتيجه مسحه البي سي ار اتعملت للاعبين امبارح. فكانت النتيجه بعد المباراه ما انتهت بفوز نادي الاتحاد نادي الاهلي 59-41، نادي الاهلي المرتبط فاز 59-41. بعد المباراه بساعه او اثنين ظهرت المسحه، سبع لاعبين من فريق مرتبط الاتحاد السكندري ايجابي كورونا. الف سلامه طبعا عليهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل والسريع يا رب، ويحفظهم ويخليهم طبعا باكمل صحه لاهليهم اكيد وكل محبيهم. ولكن الماتش اتلعب وفي سبعه بوزيتيف كورونا في ارض الملعب. الماتش اتلعب بدون الانتظار للمسحه ونتيجتها. كابتن علي، يمكن كانت مفاجاه لينا. اكيد طبعا طبعا، هي المشكله انه الناس ما عليهاش اعراض بتلعب. هي يعني احنا قلنا ان كان الموضوع كله، الوضع كله غريب علينا كلنا. ممكن انا اكون موجوده في مكان اي حد اخد قرار غلط او كده. هي بس النقطه ان هنفضل نقول كان في حاجات كتير طبعا لازم تحصل. طبعا كان على الاقل ما دام عملنا مساحات كانت بس نستنى نتيجتها، لان احنا كده ضيعنا المسحه. بالظبط، المسحه ما لهاش اي دور كده. يعني سبع لاعبين يا كابتن عمرو مصابين من فريق الاتحاد. هو السؤال دلوقتي يا كابتن عصام، بكره الماتش بتاع المرتبط بدل موجود سبع لعيبه عندهم الحاله بتاعت كورونا، صحيح هيلعب ماتش ولا هياكل؟ هو كده نتيجه الدوري الرجال، نتيجه الدوري مرتبط الرجال كده هتعلق بصرف النظر ايه اللي هيحصل فوق.